اولا انا بشكركم وبشكر يعني المتحده والاعلام اللي موجود كله على التواجد بصفه مستمره ومشاركتنا، لان نشر الاحداث الرياضيه والفعاليات هي احنا الرياضه بالنسبه لينا هي رياضه بطوله ومنافسات مع الاتحادات الرياضيه والبطولات اللي بتشوفوها، والحمد لله مصر حققت اكبر ريكورد لاستضافه الاحداث الدوليه في مصر او الفعاليات الاحداث. فالهاف ماراثون واحد من الفعاليات اللي موجوده، اللي بيكون ماراثون او هاف ماراثون يعني المسافه يعني اقل من الماراثون الكبير، وفي الهرم اللي بيجي فيه ناس كتير من بره مصر الماراثون وبتسافر تاني، بالاضافه الى السفارات الموجوده وكمان الشباب المصري اللي موجود، وبنتفاعل فيه اداره الشباب والرياضه ووزاره السياحه ووزاره قطاع الاعمال لما بيكون في ايفنتات على سفح الهرم. الفكره دي ابتدت في 2019 بان احنا عايزين نطبق نفس فكره المسابقات العالميه ونجيبها لارض مصر، ومفيش مكان انسب واحسن من الاهرامات طبعا. فهو يعني تجربه تعتبر قويه جدا بالنسبه للمتسابقين المصريين والاجانب، ان هم يشوفوا يجروا في وسط معالم اثريه بالشكل ده. ده يمكن يعني عنده امكانيه يكون من اكبر الماراثونات في العالم ان شاء الله مستقبلا. يعني يمكن هو يعتبر سباق صغير حاليا كسن، ان هو دي رابع سنه، ونتمنى ان هو كمان 10 سنين و20 سنه يوصل للعالميه ويوصل يكسر ارقام قياسيه من ناحيه المشاركه. كل الشركات الدوليه والمحليه بتدعم الحدث عشان احنا رغبتنا ان احنا نكبره، وان هو يبقى من اهم احداث السياحه الرياضيه مش بس في مصر، بس في الشرق الاوسط وفي افريقيا بشكل عام. هو ماراثون جري بس طبعا في ناس بتحب تمشي. هو ماراثون للهواه، فهو مش الاولمبياد، هو اي حد ممكن يشارك. عندنا من اصغر عمر 10 سنين واكبر عمر فوق ال 80 سنه.